يسعد مساكم مشاهدينا مشاهدي الفضائية التربوية السورية وين ما كنتم عم تتابعونا بحلقتنا لليوم من قضايا تربوية ولهذا الأسبوع. طبعا نتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلابنا بالامتحانات اللي عم يستعدوا لامتحانات يوم السبت المقبل وأيضا اللي تقدموا لامتحانات اليوم. إن شاء الله بتكون يعني أيام كلها نجاح وتفوق وأن يكون الامتحان طبعا عادل ومنصف للجميع. مشاهدينا مع بدء الامتحانات دائما في كل عام وفي كل زمان ومكان دائما تطفو على السطح مشكلة وهي الغش الذي يعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية. بعض الأطراف ربما تتساهل للأسف وبعضها لا تتسامح نهائيا وأيضا هنا برز دور وزارة التربية السورية بمكافحة هذه الظاهرة لهذا العام بشراسة حتى تنتفي بالمطلق سعيا منها لإنصاف الطلاب في الامتحانات ولتكون امتحانات نزيهة ومثالية. قد تكون مشكلة الغش عالمية تحدث في كل البلدان ولكن يبقى التوصيف الأمثل والمشترك لها بأنها جريمة اجتماعية لا بد من مكافحتها ومعاقبة المتورطين بها. فهل أصبحنا اليوم مشاهدينا بحاجة لإعادة برمجة أساسيات التربية الأخلاقية بمجتمعنا التربوي وخاصة ما بعد الحرب أم أن هناك أمور أخرى بحاجة لإعادة النظر فيها؟ عن هذه الأمور إذن ستكون حلقة هذا اليوم في ثلاثة قضايا. في القضية الأولى مشاهدينا سوف نتحدث عن التربية الأخلاقية في المجتمع التربوي وأهميتها وأيضا الحاجة الملحة لها في كل زمان ومكان. لننتقل إلى القضية الثانية والتي هي بعنوان الغش في الامتحانات جريمة اجتماعية من الواجب بترها. والقضية الثالثة ستكون بعنوان الدعم المعنوي لطلابنا هو خطوة حقيقية وأساسية في طريق النجاح وذلك سيكون بمشاركة ضيفينا. أرحب بالأستاذ طارق حمودة موجه الاختصاصي لمادة التربية الإسلامية في ريف دمشق. يسعد مساك أستاذ طارق وأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كل الشكر لكم على هذه الاستضافة الراقية والتي نحن بحاجتها في هذه الأيام أيام الامتحانات. ندعو الله عز وجل لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح ولا ننسى أن نشكر الكوادر التربوية التي كان لها الباع الأكبر خلال عام دراسي كامل. كل الشكر لكم أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. أيضا الترحيب موصول بالأستاذ طارق البوش، حضرتك مدرس لمادة الفيزياء في تربية دمشق. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وكل الشكر لكم. طبعا مشاهدينا نحن نبدأ مباشرة بالقضية الأولى ولكن بعد هذا الفاصل السريع ابقوا معنا. طبعا مشاهدينا في المحور الأول والقضية الأولى ستكون بعنوان التربية الأخلاقية في المجتمع التربوي وحاجتنا لها خاصة في هذه الأيام، ولكن بحب نوه على أنه يمكن أن نتواصل مع بعضنا البعض عبر الأرقام التي تظهر على الشريط التفاعلي ويمكن أن نتشارك بمجموعة من الخبرات مع خبرة ضيفينا ويمكن أن نقدم النصح لمن يحتاج إلى نصيحة خاصة من طلابنا في فترة الامتحانات. البداية من عندك أستاذ طارق حمودة، يعني اليوم لما نحن بنقول التربية الأخلاقية نحن أكيد بحاجة إلى في كل زمان ومكان ليس فقط في زمن الامتحانات، ولكن أكيد. بداية يعني ما هي التربية الأخلاقية؟ عندما نقول هذا المصطلح ماذا نقصد بالتربية الأخلاقية وما هي الأساسيات التي نحن بحاجة إلى أن تتفعل ضمن تعريف هذا المصطلح؟ طبعا كتربية أخلاقية وحضرتك بدأت وقلت نحن بحاجتها بكل الأحوال والأحيان. نبدأ بأجمل وصف وصف الله تعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم الصفات هي الأخلاق الحميدة. ما هو الخلق؟ الخلق هو صفة مستقرة في النفس، فطرية كانت أو مكتسبة، ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة. نحن في بيئتنا التربوية أو في منظومتنا التربوية إن صح التعبير أقول بحاجة إلى الأخلاق الحسنة وما يبني أو ما يدل إلى هذه الأخلاق الحسنة. مكانة الأخلاق في مجتمعنا كبيرة،
إذ هي تشكل أساس بناء أي حضارة إنسانية، والإنسان هو جوهر هذا الكون وجوهر الحياة، والغاية من الحياة الإنسانية هو الإنسان ذاته. أيضا هي الثمرة الصحيحة للعبادة في أيدي من الأديان. الله عز وجل عندما أمر بالتشريعات السماوية كلها تدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى ترسيخ هذه القيم الأخلاقية في وجدان هذا الإنسان تماماً. المؤمن. إذن من ناحية روحانية نحن بحاجة إلى، وأيضا تم البث بهذه التعليمات من خلال طبعا جميع الكتب السماوية، ولكن ماذا عن الناحية الاجتماعية والحياة الاجتماعية وعلاقتها يعني بالتربية الأخلاقية كمسار داعم لاستمرارية الحياة الاجتماعية بصورة مثالية؟ فينا نقول على اعتبار أن الحياة الاجتماعية أو الحياة الواقعية هي ثمرة التربية الروحية التي يتلقاها الإنسان أو التي يعتقدها في وجدانه، فأكيد سيكون لها يعني خصوصية وأساسية في مجتمعاتنا. هذه الخصوصية تنبع من أنها أساس التعامل والسلوك بين الناس. أساس التعامل والسلوك بين الناس يرسخ أو يظهر مفهوم الإنسانية على أبعد مجال. هذه الإنسانية تكون من خلال هذه القيم التي يجب أن ترسخ في المجتمع. طبعاً كتربية أو كمنظومة تربوية، وأنا اليوم سأستخدم هذه الكلمة لأنها أساسية في وزارة التربية لدينا، المنظومة التربوية تستدعي ترسيخ قيم كثيرة وكلها يجب أن تكون إيجابية. القيم كلما كانت إيجابية وكلما كان بناء المجتمع إيجابياً وسليماً وبناء المجتمع يعتمد على بناء الإنسان. هذا الإنسان الذي هو محور بناء أي مجتمع واللبنة الأساسية في أي مجتمع يجب أن يكون أو يترسخ فيه هذه القيم. ممكن هلا نقول أو تسألني إنه ما دور وزارة التربية كمنظومة تربوية حضرتك سألت عنها؟ راعت وزارة التربية في مناهجنا إلى حد كبير ترسيخ هذه القيم من خلال المناهج التربوية في جميع المجالات وفي جميع المراحل. أكيد رح نحكي بتفاصيل أكثر عن دور منظومتنا التربوية والتي هي رأس الهرم التربوي وزارة التربية في صقل هذه التربية ومبادئها، طبعا التربية الأخلاقية أقصد. ولكن بتوجه لك أستاذ طارق البوش، اليوم عندنا طارق وطارق، يعني اليوم نحن عم نحكي الأستاذ طارق القيم الإيجابية. اليوم نحن كمجتمع تربوي كأساسيات تربية، ما هو برأيك السن الأمثل اللي نحن ممكن نبادر فيه ونبدأ فيه بزرع هذه القيم الإيجابية؟ وإذا ممكن نأخذ أمثلة عن كيفية زراعة القيم الإيجابية بالنسبة لأبنائنا في مرحلة التربية. هلا أول شيء أستاذ أحمد أنا بتشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا. ثاني شيء بالنسبة للموضوع الأخلاقي موضوع كبير، وموضوع الحلقة الغش الامتحاني موضوع كبير وبحاجة لمعالجة كبيرة من الصغر. يعني أنا بذكر تأثير المرحلة الابتدائية علي كان كتير كبير. فبيبدأ من أول يعني دخول الطالب للمدرسة، تنشئته على الأخلاق، على الواجبات اللي لازم يؤديها، وعلى المهام والمسؤوليات تماماً. يعني مهامه ومسؤولياته على كل صغيرة وكبيرة، بس بالتدريج وبالأسلوب الراقي اللي نحن تعودنا عليه بمدارسنا. بعدين بينتقل هالشيء للمرحلة الإعدادية، وهون أنا بدي أحكي بصفتي كمدرس. دور المدرس مو دائما بس المادة العلمية، يعني أكيد. دوره كمان لازم يكون نوع من موجه للأخلاق، ومرشد. يعني مرشد أخلاقي تماما للطلاب. يعني كتير أحيانا بشوف أحيانا للأسف بعض الطلاب بيتعلموا عادات سيئة من بعض المدرسين اللي ما لهم واعيين لخطورة إنه الطالب متأثر ب أو للمدرس له تأثير كبير عليه. فالمؤثر الأول المدرس والمدرسة والعائلة. حتى بتذكر لما كنا صغار كنا يعني نهتم بكلام مدرسينا أكثر من حتى أهلنا بالبيت. يعني المدرس تأثير كان واضح بالسلوكيات، كان تأثير المدرس واضح يعني في الحياة حتى يمتد للحياة المنزلية، وليس فقط تأثيره محصور ضمن البيئة المدرسية. طبعا قصدك تمام. يعني بتذكر أنه بالبيت نقول يقولون مثلا لازم تعمل هيك، لا بس الآن قالت لنا أنه لازم حلو يعني هذا الموضوع نعالجه بهالطريقة. تمام. فالتربية الأخلاقية بتبلش من الابتدائي والإعدادي والثانوي. كل لازم يتعاون عليها المجتمع، لأنه بتنعكس إيجابا على المجتمع كله. تماما. يعني لما تماماً. بيسود العدل بالتعليم والتربية الصحيحة والتعليم الصحيح، والطالب بياخد حقه بشكل صحيح بالعلم وبالمعلومة وبالعلامة، صحيح، تنعكس على المجتمع كله، بيطلع مجتمع إيجابي، بيطلع ناس إيجابيين على الحياة.
تماما. معناتها في مجموعة من المبادئ، المبادئ التربوية والمبادئ بنفس الوقت التعليمية. يعني نحكي عن أهمية التقيد أستاذ طارق بهذه المبادئ، طبعا ربطا ب يعني وبالتزامن أيضا مع التربية الأخلاقية بالنسبة لطلابنا خاصة في المراحل الأولى. اسمح لي أعقب على كلام زميلنا الأستاذ طارق الله يجزيه الخير. مراحل التربية أو غرس هذه القيم عبر مراحل التربية الإنسانية تبدأ كما ورد في الأثر، لعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم ألقي له حبله على غاربه. نعم. طبعا كلمة ألقي له حبله على غاربه يمكن قد تفهم بمفهوم خاطئ، هي لا، بمعنى أنه صار قادر يميز، صار قادر يرسخ هي القيم اللي تعلمها وغرست فيه في المجتمع بشكل فاعل. كتربية أخلاقية مثل ما تفضل زميلنا وتفضلتوا حضرتكم أنه تبدأ منذ الصغر. خلينا نشبهها نحن بالغرسة، والغرسة كلما كان العناية أو كان العناية بها أفضل كان الثمر أو كان العطاء منها أكبر وأوفر. فبالتالي كل إناء بما فيه ينضح. التربية المنزلية إلى دور كبير، التربية العقائدية إلى دور كبير. تفضل بموضوع كمان أستاذ طارق هو التربية المدرسية اللي هي الرديف المهم جدا واللي هي البيئة الحاضنة للطالب، يمكن أحيانا عم تكون أكثر من المنزل والدعمي. الدعمي بنفس الوقت أكيد دعم أول وأساسي. يعني كتير مثلا بياخذ من الأقران اللي حواليه عادات إيجابية أو عادات سلبية، فالمعلم أو المربي ونحن وزارتنا وزارة التربية والتعليم هو دوره الأساسي هو التربية والتوجيه والتنشئة الصحيحة ثم إعطاء المادة العلمية حتى تكون يعني الجو مناسب أو البيئة ملائمة لتقبل هذه المعلومات. تماما. فله دور كبير المعلم تماما في هذا المجال. أهمية التقيد بمبادئ يعني بشكل عام التربية الأخلاقية بالعملية التربوية وبالعملية التعليمية وخاصة يعني بفترة الامتحانات اليوم، قديه من المهم جدا أنه يكون في أثر واضح وملموس للتربية الأخلاقية خاصة في هذه المرحلة الحساسة والمهمة من الحياة الدراسية للطالب وهي مرحلة الامتحانات. يعني فينا نقول كلما كان غرس هذه القيم إيجابي وكلما كان سليما كلما انعكس بشكل إيجابي وبشكل سليم على الأسرة وعلى المجتمع وعلى التربية وعلى العملية الامتحانية اللي هي عملية ضخمة، ووزارة التربية تبذل جهود جبارة بكوادرها الكبيرة في هذا المجال. فموضوع القيم الأخلاقية أيضا في الامتحانات له أهمية كبيرة. منشوفها على المقاعد التقدم الامتحاني أو في القاعات الامتحانية من خلال تصرفات الطالب، من خلال بعض يعني الممارسات اللي بيمارسها أثناء الامتحان. فهي الممارسات فورا نحن نحكم على أنه في وراها خلفية أخلاقية أو خلفية لا أخلاقية تتعلق بالتربية. يعني كانت التربية سليمة صحيحة كان هناك يعني مسار أخلاقي سليم والعكس بالعكس بالنهاية. نعم. أكيد أكيد. طيب أستاذ طارق اليوم يعني ذكرت المرحلة الابتدائية هي الأساس ببداية عملية التربية الأخلاقية. التربية الأخلاقية لابد من وجود يعني أمور وسائل أساليب مسارات أخرى داعمة لها. نتحدث عن أبرز هذه المسارات والداعم للتربية الأخلاقية، ما هي الأمور التي يمكن أن تسهم إيجابيا في التنشئة والتربية الأخلاقية بالنسبة لطلابنا وخاصة مرحلة الطفولة؟ هذا دوركم، هو دور الإعلام. كان بتذكر بمرحلة نحن وصغار كان له تأثير كبير. يعني بعد البيئة المدرسية تماماً. البيئة الإعلامية أو الوسط الإعلامي بشكل عام. هلأ المشكلة المحطات التلفزيونية شوي قل دورها، يعني كتر دور وسائل التواصل الاجتماعي. فمثل ما في يعني عم نشوف صفحات على وسائل التواصل تحكي عن مواضيع يعني بين قوسين شوي ما بتهم المجتمع، لا خلينا نكتر هاي الصفحات اللي متخصصة بالتوجيه. نعم. يمكن احنا هون عم يبرز دورنا كقناة تربوية سورية متخصصة. انا يعني مثل ما بيقولوا انه الشهادة بتكون مجروحة، ولكن فعلا اليوم نحن دورنا على ارض الواقع كوسيلة اعلامية تربوية متخصصة هي المساهمة برأيك في التربية الاخلاقية. نتمنى فعلا ان نكون نحن عم نترك اثر وايضا عم نساعد وندعم المعنيين بالتربية الأخلاقية. تماما. نعم. فبالإضافة للإعلام ووزارة التربية المدارس كان كمان على يعني زمان بتذكر موضوع النشاطات خلينا نقول الخارجية اللي خارج المدرسة، إنه زيارة أماكن معينة الهدف منها مثلا التوعية
بقصص صحيه بعيده عن الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه الغش الامتحاني. نعم. بس تعزيز القيم بتحسه وحده متكامله، يعني انا لما اعرف الطالب على تاريخه، على نعم. امجاد اجداده، على اخلاق الناس اللي ساهمت اللي ببناء ساهمت مجتمعه ببناء يعني بشكل مجتمع، عام. يعني نعم، وبترك هذا الارث، يعني الارث تماما المجتمعي والحضاري بنفس الوقت. تمام، يعني الارث اللي اخذناه من اجدادنا اللي كانوا من اعظم الامم يعني بفترات تاريخيه كبيره. فنحن لازم ندرس مثل ما الغرب بيدرس تاريخنا، لازم نحن ندرس تاريخنا اكثر ونتعمق فيه، نعم، ونعرف انه السبب اللي خلاهم يصنعوا هالامجاد هي هي الاخلاق. نعم، يعني الاخلاق والعمل المدروس وال خلينا نقول البيئه الاجتماعيه الصحيحه السليمه الخاليه من العيوب يعني نوعا ما، هي سبب تقدم الامم نعم، بالدرجه الاولى الاخلاق، ومن ضمنها البيئه التعليميه تكون لغرس هي الاخلاق، نعم، يطلع انسان متعلم مثقف واعي، واهم شيء اخلاقه كثير عاليه، لانه العلم من دون نعم اخلاق ما بي نعم الامتحان النزيه يرتبط بإذن سوية عالية من الأخلاق بما فيها أخلاقيات المهنة. هذا الشيء يمكن نحن متوجه فيه للمدرس كفاعل بالعملية التعليمية، ولكن بالنسبة للطلاب اليوم شو واجب طلابنا تجاه العملية الامتحانية؟ هل هو في واجبات محددة عليهم ومسؤوليات، أم أنه هي بتكون بشكل تلقائي انعكاس للتربية الأخلاقية فيما إذا كانت سليمة يكون تصرف سليم، أو امتحان نزيه وعادل، أو تمام. العكس؟ هلا الأخلاق شيء أساسي، بس كمان التحضير للامتحان من الطالب أو من لما بيدخل أو لما بيبدأ بالدراسة من بداية مراحله الأولى بالابتدائي والإعدادي والثانوي، لما بيتعود إنه يدرس فلح يوصل للامتحانات العليا وامتحانات الشهادات ما عم يفكر بالغش، عم يفكر بس كيف بده يعني يحصل على نتائج تبعه تعبه خلال السنين الماضية. نعم، فهو تعب وبذل جهد ولح يحصد نتائج تعبه بهالامتحان الأخير. نعم، فبدها تكون العملية عملية دراسة وتحضير والتزام، وبالدرجة يعني الأولى التزام التزام تجاه هاي المسؤوليات التزام، اللي هو يعني يكون الطالب مسؤول نعم اتجاه نفسه اتجاه أهله اتجاه مدرسته اتجاه كل الناس اللي متأملين منه يعني يصير شيء بالمستقبل. فلازم يعني يكون متعود انه يحضر للامتحان بشكل جيد من فتره طويله، نعم، عشان يوصل للامتحان ما عم يفكر بقى انا كيف بدي غش او كيف بدي اسرق العلامه سرقه. نعم، اذا هي امانه علميه، يعني تماما. امانه علميه هي استاذ طارق. اليوم نحن دورنا كتربويين كيف ممكن نحن نضل عم فعلا عم نحث على هاي الحفظ هاي الامانه العلميه، طبعا ربطا مع الاخلاقيات المهنيه طبعا بالدرجه الاولى، حتى يكون مو بس الامتحان نزيه وعادل، وانما تكون العمليه التعليميه ككل هي عمليه مثاليه وبصوره نموذجيه تحقق هدفها بالنسبه للطالب. هلا اذا تحدثنا عن الانسانيه او قيم اخلاقيه، الجميع معني بهذا الموضوع. نعم. في اطار او في مجال التربيه والتعليم او في المدارس، احنا ما فينا نغفل الدور الكبير لقسم الارشاد والدعم النفسي الموجود بكل مدرسه، اللي هو المرشد الاجتماعي او أكيد. المرشد النفسي. نعم. يلي عندهم دروس وحملات توعيه دائما على مدار العام لطلابنا. نعم. لغرس القيم الاخلاقيه السليمه، كيفية التعامل مع المدرس داخل الصف أو في القاعة الامتحانية أو مع القائمين على المدرسة، فإلهم دور كبير جدا جدا جدا. الإنسان دائما هو أسير تصرفاته، هي التصرفات كلما كانت نابعة أو يعني تنبع من قيم صحيحة فلح تكون هي صحيحة، ولح ينسأل عنها كمان إنسان إما إيجابا أو سلبا. نعم. فعنا دور كبير نحن كتربويين، دور المدرس كمان لا يقل أهمية عن دور المرشد النفسي في المدرسة، دور الأهل اللي هو الحاضنة الأولى طبعا قبل كل شيء، اللي يعني تجي المدرسة هي داعم لهذه الحاضنة، الجميع مسؤول عن هذه المسألة والجميع مسؤول عن هذه الغرسة خلينا نسميها. نعم، طيب
برجع نحن بنوه بالنسبة للمشاهدين الأعزاء اللي بحب يشاركنا، طبعا يمكن أن يتصل على الأرقام التي تظهر على الشريط التفاعلي بأسفل الشاشة. إذا نحن اليوم بحاجة للتحلي دائما، وليس اليوم فقط يعني بالأمانة العلمية وأيضا بالأخلاقيات المهنية. اليوم إذا بدنا نحكي عن أسس التعامل أستاذ طارق البوش مع الامتحانات بصورة مثالية فيما يتعلق بالطالب والمدرس، على ماذا نستند اليوم حتى يكون الامتحان نزيه وعادل؟ هلا بالدرجة الأولى التحضير للعملية الامتحانية بيبدأ من عند وزارة التربية. وزارة التربية والعاملين فيها من مدرسين ومن إداريين ومن موظفين لازم يهيئوا بيئة امتحانية ممتازة، وبصراحة ما عم يقصروا، يعني اللي عم نشوفه على أرض الواقع ضمن الإمكانيات المتاحة يعني في جهود حلوة تماما. والمراكز الامتحانية عم تكون مهيئة بشكل يعني مقبول. بس دائما الطالب وحتى المدرس حتى المراقب دائما بيطمح للأفضل. نعم. يعني أنا مثلا تكون المقاعد اللي عم يكتب عليها الطالب مجهزة، العملية التنظيمية مجهزة قبل بوقت، نعم. وكل الأمور تمام بالنسبة للمراقبين وللرؤساء المراكز نعم، يعني كل ولل واحد يكون على دراية حقيقية تمام. بدوره بمهامه بمسؤوليته بشكل عام في العملية الامتحانية. هي صراحة نحن والامتحان ما نو يعني ما بيمس هو الطالب والمؤسسة التربوية بشكل خاص، وإنما هو مسؤولية كل المجتمع، بيمس المجتمع ككل والبلد ككل. يعني الامتحان تماما. ضروري إنه يكون في هذا التقيد. وانا بذكر يعني مره قالت جمله انه وقتها كان في مشان قبول الجامعه كان عم تقترح وزاره التعليم العالي انه يكون في، هي الفكره قديمه شوي، انه يكون في فحص قبول اسوه بدول متقدمه بتساوي هذا الامتحان. نعم ولكن يعني التركيز على دور خلينا نقول البكالوريا السوريه، لانه نعم كانت من انزه التقديرات والامتحانات نعم اللي بتعطي يعني تقريبا ما بدي اقول بنسبه 100%، بس كانت فعلا لها مصداقيه، نعم وان شاء الله ابدا ما بتفقد هي هي المصداقيه كانت رغم كل ولا تزال تماما. خاصة بجهود يعني وزارة ستبقى ان التربية، شاء الله إن شاء الله ستبقى هي يعني المثال الذي يقتدى به في كل تمام دول العالم. نعم تماما. يعني العملية كانت نزيهة وإن شاء الله بتصير لسه نزيهة نعم أكثر. وكمان في هون دور من خلينا نقول من المجتمع ككل، إنه أنا بدي ابني ينجح بجهده نعم لحتى يكون يعني لما يتقدم بالمجتمع بعدين يكون بيستاهل هالمكان اللي هو فيه، صحيح، إن كان وينجح فيه مهندس أو وينجح فيه. طبيب. تمام. أنا مو معقول مثلا ابني إمكانياته محدودة، أنا والله حاول بشتى الوسائل اللا أخلاقية نعم أني أصنع منه مهندس، رح أصنع منه مهندس فاشل أو أصنع منه محاسب أو نعم. أي مجال هو النجاح الحقيقي ليس لحتى الحصول على صفة مهنية، وإنما نعم الاستمرارية وممارسة المهنة بنجاح. هذا هو النجاح الحقيقي، اللي هو للأسف اليوم صرنا فعلا في فئة، نكون واضحين وشفافين، في فئة من الناس كثير صارت عم تركض وراء الصفة المهنية فقط، يعني ما عاد يهمنا إنه يكون ناجح بالمهنة أو لا، فقط الصفة هي صارت هي المطلب. ولكن هذا كثير شكل يعني شيء سلبي على العملية التعليمية. هوني أنا برجع لك أستاذ طارق حمودة، يعني اليوم التربية الأخلاقية مثل أي مسار من مسارات التربية دائما أي خروقات يعني يكون هناك رادع. فإذا بدنا نحكي عن الرادع الأخلاقي، كيف يمكن أن يتم تقويم السلوكيات الشاذة المنحرفة في التربية الأخلاقية في حال أنه كان هناك بدرت يعني مجموعة من المخالفات، مجموعة من التقصير مثلا، مجموعة من السلبيات بشكل عام؟ يعني مثل ما حكينا سابقا أنه الأخلاق أو القيم الأخلاقية هي صفات مستقرة في نفس الإنسان، نعم، إن كانت فطرية ولدت معه أو مكتسبة من البيئة المحيطة، فالمسؤول عنها بده يكون إما الإنسان أولاً اللي هو من خلال إيمانه، من خلال عقيدته، من خلال تربيته المنزلية، أو إن كانت مكتسبة من البيئة المحيطة فبده تكون مجموعة القيم الناظمة لعمل هذه الأخلاق وعمل هذه القيم. إذا خرجنا من دائرة الأسرة اللي هي التربية المنزلية، نعم عفواً،
أو التربية الروحية اللي هي الأساس وبني عليها، وطلعنا لبرا البيت اللي هي المدرسة أو المجتمع، ففي نعم كثير من القوانين الرادعة للمخالفات الأخلاقية. يعني كما يقال يعرف الشيء بضده. نحن حكينا عن الأخلاق وعن النزاهة، فعكسها رح يكون الغش اللي عم مثلا يشاهد في بعض تصرفات بعض الطلاب في المراكز الامتحانية. نعم هذا الغش اللي حيكون له أثر سلبي مو بس على الشخص بحد ذاته، وإنما على المجتمع ككل، لأنه نحن سبق وحكينا كلما كان بناء المجتمع على أسس سليمة كان النتاج سليم. تماما هو أصلا بالامتحان يعني نحن المنظومة التعليمية عندنا عبارة عن مدخلات ومخرجات. نعم أحد أهم المخرجات هو الامتحان، والامتحان خلينا نقول هو يعني مخرج يستدعي أو مدخل يستدعي استجابة. نعم هاي الاستجابة اللي حتكون تصرفات الطالب ومعلوماته اللي عم تماما يقدمها بالامتحان. تماما عمليا على أرض الواقع مشكورة وزارة التربية، أكد السيد الوزير على نعم أهمية تطبيق القانون 42 42 نعم مرسوم السيد الرئيس، اللي هو أعاد وسيعيد للشهادة نعم السورية بالقضية ألقها بالقضية الثانية رح نتوسع أكثر بالحديث تماما، فيه. نعم ألقها مثل ما تفضل الأستاذ طارق قبل شوي، لتكون يعني نعم كما كانت وستبقى إن شاء الله بنزاهتها نعم وألقها محليا أكيد وعالميا تمام. ودوليا. قبل ما ننتقل للمحور الثاني برجع لك أستاذ طارق البوش. يعني اليوم من أساسيات وصلب عمل المدرس هو برمجة عقول الطلاب على الأخلاق وعلى يعني التعامل بإيجابية مطلقة بعيدا عن كل شيء سلبي. من مهامه الأساسية هو كمان يعني تلاوة التعليمات الامتحانية وفهم أو تفهيم الطلاب بأهمية التقيد بهذه التعليمات الامتحانية. قد ايه من المهم انه فعلا انه يكون في تعليمات امتحانيه ويكون في ايمان بضروره تطبيقها على ارض الواقع لحتى تنجح في العمليه الامتحانيه. تمام. طبعا الطالب نحن عنا يعني الطالب عنا ذكي ومتعود على التعليمات الامتحانية من لما بيكون بالمدرسة، وأنا بعطي مرحلة ثانوية بعطي طلاب نعم بكالوريا وهيك يعني، فأصلا متعود بالتاسع أنه على موضوع الغش، على موضوع التعليمات التقيد بالوقت مثلا، بكتير قصص هو بيعرفها. أنا معلش بس بدي أضيف تفضل موضوع فكرة صغيرة تعليق. مجتمعية نعم كان لازم احكيها من قبل. وهي يعني انا معلش اذكر على السريع حادثه شخصيه يعني صارت معي مع احد الاهالي، خبرة انه عم يقول والله ابني مثلا عم يقدم بكالوريا، والله بعت له باحد المواد والله مراقب شو ادمي وخلاه يتنقل. فنظره المجتمع صارت انه الادمي هو اللي بيخلي ابنه يتنقل، أو بيسهل الغش يعني. نعم بيسهل الغش، نعم فصارت انه عند المجتمع هذا الله يعطيه العافية وهذا والمراقب إنسان الصارم يلي بيمنع الصارم بيقولوا هذا الغش تماما إنه قاسي وما عنده رحمة أو ما عنده رحيم وما إلى هنالك. فعلا هاي نظرة خاطئة اليوم نظرة خاطئة. هي عم يعاني منها كمدرسين بدها ومراقبين. تغيير، وبدها حتى الأستاذ نحن بنستغل وجوده إنه هو أستاذنا بالموضوع الروحاني والديني، نعم نعم وكل الأديان أكيد بتشجع على الأخلاق. لا شك أكيد لا شك فلما ينعكس مفهوم الأخلاق يتحول الغش هو الشيء الصح، وبالعكس تطبيق القانون وتطبيق العدالة هو تمام الشيء الخاطئ بنظر بعض الناس أو بنظر يعني فئة للأسف. كبيرة من الناس وهذا اللي للأسف. سبب يمكن خلل بالعملية الامتحانية خاصة هاي الفئة الصغيرة اللي هي بدأت يمكن تروج لهذا المفهوم إنه لازم أنا فعلا بدي مراقب يكون سهل سلس. وإنما هون فينا نقول صار في فعلا خلل وخروقات لهذه التربية الأخلاقية والأخلاقيات، وصار لازم يكون فعلا في رادع. وهذا الشيء اللي عم تعمله الآن حاليا على أرض الواقع وزارتنا وزارة التربية لإعادة هيبة الشهادة الثانوية. بنتوقف بما أنه كنا عم نحكي مع حضرتك عن التعليمات الامتحانية، بنتوقف بهاي المادة ناخذ مجموعة من التعليمات الامتحانية ونعيد التذكير بها مشاهدينا، وبعدها بننتقل للمحور الثاني والقضية الثانية والتي هي بعنوان الغش في الامتحانات جريمة اجتماعية يجب بترها. إذا فاصل ونعود، ابقوا معنا. في
بداية عندما تسلم أوراق الإجابة للطالب عليه أن ينتبه ويتفحصها بشكل جيد ليتأكد من سلامتها وسلامة الخياطة بأنها سليمة وغير ممزقة غير مفروطة. نتأكد من شيء مهم وهو وجود الخاتم الرسمي لدورة عام 2024 موجود في منتصف الورقة مختومة، وفي حال عدم وجود هذا الخاتم فورا نطلب تبديل الورقة. إذن في القضية الثانية مشاهدين والتي هي بعنوان الغش في الامتحانات هو جريمة اجتماعية، لماذا اليوم أستاذ طارق حمودة فعلا تم ربط كلمة الغش وتوصيفها بأنها جريمة اجتماعية برأيك؟ قبل ما أحكي لك أنا اسمح لي بس ضيف شغلي أتفضل. على أستاذ طارق أنه كل يراك بعين طبعه. نعم. يعني لما الأهالي بيشوفوا أنه والله المراقب كتير آدمي كتير متسهل لأنه سهل لأبنه فهو هيك طبعا هو طبعا غش. طيب انت شو بدك تتوقع مثلا من طبع او تربيه منزليه شو النتاج رح يكون منها في تماما اللي هي بتنظر لموضوع أكيد. الغش على انه ماده روتينيه او انه هو غايه تبرر تماماً. يعني بمعنى نعم. المهم انا اوصل بغض النظر عن الوسيله او كما يقولون غايه تبرر الوسيله تماماً. ولو كانت خاطئه يعني هي خلينا احنا بس نرجع ناكد على تماماً. صغر هذه الفئه يعني وهو أكيد. خطا اكيد يعني وبرجع بقول وزارة التربية الآن تقوم بعمليات تقويم هذه الإعوجاجات التي حدثت للأسف طبعا في دورة هذا العام 2024 وإن شاء الله يعني يكون التقويم مستمر. طيب إذا نحن هلأ حكينا عن الغش الامتحاني طيب الغش الامتحاني هل هو وليد اللحظة؟ أكيد لا أكيد لا. يعني هلأ هو عبارة عن أرضية بيئة خصبة أنتجت ثمارة أثناء فترة الامتحانات. نعم. هي الثمار كانت بذورة وين؟ كانت بذورة مثل ما حكينا سابقا إما بالتربية المنزلية أو من خلال المراحل الدراسية عدم ترسيخ هي القيم والتساهل نعم. التساهل فيها نعم. كله عم نشوفه هلأ على مقعد الامتحان أو بالقاعة الامتحانية نعم. فهذا الغش هو نتاج تربية مثل ما حكينا ولح يكون نتيجة لكوارث في المستقبل. يعني هلأ مثل ما تفضل الأستاذ أنا حصلت على شهادة علمية أو توصيف وظيفي أيا يكون بطريقة الغش نعم. طيب الفاعلية لهذه الوظيفة أو لهذه الصفة الوظيفية على أرض الواقع تطبيقها بغض النظر عن الاختصاص حتى ما نحدد نعم. كيف لح يكون أثرها السلبي على الفرد نفسه وعلى المجتمع من قبله تمام. يعني لح تكون الكارثة أو الجريمة مثل ما وصفتها حضرتك هي جريمة بشعة أو جريمة كبيرة نعم. لأنه الموضوع ما عاد يتعلق بالشخص ذاته عم يتعلق بمجتمع صحيح. كامل صحيح. فأنا لما بدي رسخ تربية وتكون هي التربية إلى ثمار لازم تكون هي التربية صحيحة وهي القيم أكيد. صحيحة حتى أكيد. تكون ثمارة على أرض الواقع خادمة وفاعلة لهذا المجتمع بشكل تماماً. صحيح. طيب أستاذ طارق البوش يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن الغش في الامتحان في البعض بينظر على أنه في له أسباب يعني والبعض بينظر من ضعاف النفوس على أنه حالة عابرة يعني بين قوسين وتمر، ولكن إذا بدنا نحكي عن أسباب الغش لماذا برأيك اليوم بعض هذه الفئات التي يعني تعاني من شح من الأخلاق تلجأ لوسائل الغش، ما هي الأسباب برأيك اليوم؟ شو اللي وصلهم اليوم لحتى يغشوا بالامتحانات؟ هلأ أول شيء بالنسبة للأهل هن بدهم ابنهم ينجح فبغض النظر عن الوسيلة طيب نعم. ابنكم ضعيف دراسيا بدل ما يعالجوا له مشكلة ضعفه الدراسي من هو وصغير لا بيخلوه يتدلل ويوصل لمرحلة فحص البكالوريا وهو يعني ما له مؤهل يقدم أي ما عنده خلفية علمية ما عنده نعم. يعني أكاديمية. استعداد نعم فشغلة تانية بيتحمل المسؤولية حتى المدارس يعني المدارس كان لازم تكون على قدر المسؤولية إن كان مدارس الحكومية ولا المدارس الخاصة لازم نرجع للتعليم التأسيس من المراحل الأولى نعم. يعني من صف السابع والثامن والتاسع أنا بذكر الـ يعني طريقة التعليم كانت على أيامنا بالسابع والثامن أفضل من التاسع وبالعاشر والحادي عشر أفضل من البكالوريا يعني نعم. كان التأسيس أهم من
لا ده فلما عم يوصل لفحص الشهادة عم يبقى ضعيف، فصار بده يبرر ضعفه بقى بالغش. تمام. السبب الثاني سبب بيقول لك اقتصادي. طيب انت اللي عم تصرفه من وقت ومن جهد ومن مال على اساليب الغش يوازي انك لو صرفت هذا الجهد وهذا المال وهذا على التعليم لكنت حصلت على ابن او على طالب نعم. يعني متكامل ومتعلم ومثقف وحقق اهدافه وحقق وطموحه يعني. اهدافه. اذا في حلقات مفقوده، تمام، برايك هاي الحلقات المفقوده خلال التسلسل الدراسي هي ممكن تكون عم تبرر له بنظره للي عم بيغش، او عم تعطيه يمكن مثل نوع من فينا نقول يعني المبرر لحتى هو يغش. تماما. يعني حتى مثلا بيقول لك نحن والله بالمدارس في شويه نقص كوادر. انا بذكر لما كنا صغار كان يطلع الاولي على سوريا مثلا من ضيعه من ريف محافظه معينه. نعم صح، بيعاني من بيئه اقتصاديه فقيره كمان. تبقى هي القريه مثلا ضمن الصف الواحد اكثر من مرحله دراسيه. نعم. وفي فقر بالاساتذه بسبب يعني مثلا بعد هي المكان عن مركز المدينه، وتلاقي يتفوق الطالب فيه. فهي المبررات انه انا والله في ضعف او البلد بازمه او في ازمه اقتصاديه، في ازمه نعم. اقتصاديه عالميه وفي ازمه اقتصاديه نتيجه بلد يعني صار في حرب كونيه عليه لمده نعم. سنوات ما ولا اي دوله بالعالم بتتحملها. نعم. مو معناته انا اعود ابني على الغش وعود ابني، بالعكس خليني اصنع من ابني نعم. انسان قوي قادر انه يواجه الحياه. انا مره قابلت شخصية يعني درست طالب يعني أهله من الناس المتنفذين بالبلد، يعني أبوه نعم. واصل لمرحلة لمنصب كبير بالبلد. قال لي أنا ابني بدي إياه يطلع رجال. قال لي أنا بدي ابني يطلع رجال، يطلع متعلم، يجيب علامته بجهده. فأنا احترمت هالإنسان كتير. طبعا نحن بنفتخر بهيك شخصيات أكيد. وعلى فكرة كتير كتير لسه ناس بتفكر هالتفكير، فدائما ننظر له. هدول اللي عندهم اساليب للتربيه الاخلاقيه السليمه والصحيحه. تمام. يعني انه نحن دائما بنشوف الحالات السلبيه، لا في ناس ايجابيين، في ناس تمام. بتحب هالبلد، في ناس مخلصه لوطنها لدينها لاخلاقها تماما وماشي على الطريق الصح. وهي فعلا الفئه الاكبر، وان شاء الله بتتوسع اكثر اكثر لحتى تلغي الفئه الاصغر اللي نحن عم نحكي عنها، اللي هي بتسعى دائما لتعزيز الغش في الامتحانات وايضا لسلوك هذه يعني السلوكيات المخله بالتربيه الاخلاقيه وخاصه في الفتره الامتحانيه. بدي اخذ تعليقك ايضا استاذ طارق حموده عن الاسباب اللي ممكن تدفع الشخص لحتى يعتمد الغش نهج بحياته أو وسيلة لتحقيق غاياته وأهدافه. الأسباب مثل ما ذكرنا سابقا تتنوع، إما أن تكون روحية اللي هو ضعف إيمان، إما أن تكون تربوية اللي هي مثل ما تفضل ضرب مثال أستاذ طارق، الأرضية لما تكون صلبة البناء رح يطلع متين. فلما يكون الأهل هني غارسين صح رح يطلع ابنهم صح. من الأسباب إهمال بعض الجهات لمهامة أو وظائفها، نعم. عدم القيام بالواجب على أتم وجه أو كما هو مطلوب أو مناط به. نعم. يعني أنا كمدرس أنا قدوة، فأكيد رح يقلدني الطالب بكثير من التصرفات. تمام. حتى يمكن بالمشي، حتى بطريقة الكلام. فلما أكون أنا منضبط بسلوكي أمام الطالب رح يطلع طالب كمان منضبط بسلوكه. نعم. صحيح. هي من الأسباب المهمة كتير لموضوع الغش. تمام. طيب نحكي الآن عن أهمية الخطوة الجدية التي قامت بها وزارة التربية بإحداث القانون طبعا 42 لمعاقبة طبعا يعني المخلين بالعملية الامتحانية من غير الطلاب. نتعرف أكثر على هذا القانون 42 مع حضرتك أستاذ. طبعا القانون مثل ما أكد السيد الوزير بلقاءات سابقة هو يشكل نقلة نوعية مهمة جدا في تاريخ التربية والتعليم في وزارة التربية، لأنه الغاية منه تصويب الخلل اللي عم نشوفه بالعملية الامتحانية. نعم. هذا الخلل اللي عم يكون له آثار مدمرة فيما بعد على المجتمع ككل، من خلال تخريج أجيال عم تكون غير قادرة على القيام ببناء هذا المجتمع اللي هو بحاجتهم. نعم. فعلا القانون كتير، قانون 42 كتير بفقراته
أعاد للشهادة السورية ألقها، وإن شاء الله رح نشوف هذا الألق مستقبلا وبالقريب العاجل محليا وعربيا وحتى دوليا. يعني حتى نحن بظل هذا التدهور إن سميناه بهي المنظومة الأخلاقية، لهلا عم نشوف بالغرب كثير نوابغ من خريجين الجامعات السورية عم بيبدعوا بكثير دول أجنبية وكثير دول عربية، وعم يكون لهم اسم لامع في طبعاً. المحافل الدولية طبعاً. هذا يدل على أنه الأرضية ما زالت متينة، لكن صحيح. يمكن نحن أهملنا شوي نوعية الغرس أو نوعية البذار. إن شاء الله سيتم تدارك هذا الأمر من خلال القوانين الناظمة للعملية الامتحانية، واللي أهمها مثل ما ذكرنا سابقا هو القانون 42 يلي عم يصوب حالات الخلل اللي عم تمارس في طيب. المراكز اليوم من الامتحانية. خلال جولاتك على المراكز الامتحانية أكيد عندك جولات واطلاع، يعني شو هو الأثر اللي عم تلمسه اليوم للقانون 42 على العملية الامتحانية على أرض الواقع اليوم؟ نحكي بشفافية اليوم، بشفافية، لمستوا في أثر شيء؟ ايه بشفافية وبكل وضوح. نحن كثير لمسنا أثر هذا القانون بمسار العملية الامتحانية داخل وخارج حرم المركز الامتحاني، بداية من التزام المراقبين بأداء مهمتهم، رؤساء المراكز، العاملين من كوادر التربية ككل، إلى الطلاب عموما اللي هي قلة أو ندرة خلينا نقول ممارسات الغش اللي كنا نشوفها بالمراكز نعم. الامتحانية، التزام الأهالي وقت عرفوا بآثار هذا القانون أيضا، تمام. العاملين كتير كان له أثر عنده لأنه هن بالنهاية الدعامة الأساسية بوزارة صحيح، حتى التربية. مؤخرا يعني الجهات الرقابية الوزارية كلها صارت عم فورا عم تساهم يعني للوضع اليد على الخلل واصلاح هذا الخلل وايضا سد الثغرات والمعاقبه، يعني هو اهم ما يعني اليوم عم نشهده هي معاقبه المقصرين وملاحقتهم قانونيا. بالتالي اليوم تنظر انه نحن كنا بحاجه لهيك قانون؟ أكيد وزارتنا يعني مشهود لها بالخبرة ومشهود لها نعم بتخريج كوادر يعني ما شاء الله لها السمعة الطيبة عالميا، فأثر هذا القانون كان عم يطبق بشكل يعني مباشر من خلال متابعة حالات الغش أو بعض المستهترين أو تماما المتورطين بهي الحالات عم نشوفها بشكل مباشر. بس نحن ما بدنا نغفل جانب أنه دائما الغاية في أي مجال هي علاج المرض وليس قتل المريض، طبعا طبعا فنحن وقت عم يكون في يعني متابعة من الوزارة كل إجراء تتخذه أكيد وزارة التربية هو إجراء علاجي أكيد أكيد وتقويمي. فهي نعم تقويمي وعلاجي لمجتمع ككل، فلما يكون عم يرصدوا حالة معينة لمستهتر أو متورط ليس الغاية منه هذا المتورط وإنما الغاية منه المجتمع، نحن عم نعالج حالة عامة وليس حالة خاصة. تماما. طيب أستاذ طارق، يعني بناء على هذا الكلام كمان مثل ما صار في أثر إيجابي على المركز الامتحاني والعملية الامتحانية ككل، برأيك شو هو الأثر اللي انعكس على الطالب نفسه بالعملية الامتحانية يعني ربطا مع صدور القانون 42؟ هلأ الطالب هل شعر الطالب فعلا طبعا بالعدالة، أنا يعني بدأ بدي يشعر أحكي بالعدالة الامتحانية؟ أنا من زمان بالعملية التعليمية يعني نعم وتنقلت بين مدارس خبرة عدة، طويلة، نعم سنين طويلة حضرتك. فبتذكر أنا لما كنت راقب على امتحانات حتى بالصفوف الانتقالية، على فكرة الطالب بحب الشخصية الامتحانية القوية، نعم بحب المراقب اللي بيعرف يدير القاعة بحيث أنه لا يظلم الطالب ولا يظلم رفقاته ولا نعم يكون يخل بالعدالة، الإنسان من جواته بيحب الشيء الصح صح، يعني يعني ولو بيشعر برأيك من خلال هالقانون صار يشعر الطالب تماما بالأمان النفسي وأيضا بالعدالة، يعني كونه هو درس يعني ممكن يستحق أكثر تماما. يعني من الشيء اللي هو عم يطمح له من خلال يعني دراسته. خلينا نقول معظم الطلاب رح يفرحوا بالقرارات، نعم وصدقني شفت السعادة يعني عليهم وما انزعجوا، بالعكس من تطبيق القانون وتطبيق العدل نعم وتطبيق القصاص من الناس اللي بدهم خلينا نقول بين قوسين يسيئوا للعملية هذا الشيء الامتحانية. بتعتقد انه يمتد اثره لمفاضلة القبول الجامعي؟ كونه كل طالب عم يشعر صار انه هو عم ياخذ الشيء اللي عم يستحقه تماما يعني. بياخذ فرصته يعني وبيرضى بنصيبه. هلا طبعا لا تخلو من بعض الافراد اللي ما رح يعجبهم هالشيء،
بس هيك بينحصروا. يعني دائما استاذ احمد لما بيكون في ظاهره سلبيه نحن بنفكر انه الظاهره السلبيه منتشره، بس لما نحصرها بنلاقيها كثير قليله، بنلاقي بالعكس الناس اللي ضد الظاهره السلبيه كتار. بس دائما السلبي هو اللي بيخلينا نقول اللي بيظهر اكثر. نعم طيب. بس بالحقيقه لا، الناس الايجابيين هن اللي يعني الشيء الصح لابد انه يصير بالنهايه يعني. طيب اليوم عم نحكي نحن عن دور واطراف المجتمع التربوي ككل بمكافحه هاي الظاهره، عم نحكي عن حتى دور القانون، يعني كجهه قانونيه ممكن هي تحاسب المقصرين، ولكن نعود الى النواة اللي هي الأسرة حكينا عنها والمدرسة والمعلم. دور المدرسة اليوم والمعلم بمكافحة الغش كيف بتشوفه هو؟ يعني بينحصر ضمن أي إطار وكيف يؤطر يعني؟ هلأ دور الأسرة هي التربية الصحيحة والسليمة اللي تبنى دائما على معتقد صحيح أو معتقد إيماني صحيح. ننتقل لدور المدرسة اللي عم يكون إلى الدور الفاعل وأحيانا الأكبر داعم لدور الأهل من خلال دور المعلم أولا في الصف، دور الإرشاد النفسي اللي عم يكون موجود بالمدارس لمعالجة أي إشكال أو نعم. أي مثلا ظهور قيم غير أخلاقية تماما. دور المناهج التربوية اللي كتير عم تساهم إلى حد كبير ببناء هي التربية الأخلاقية من خلال ترسيخ قيم، تدعيم سلوكات كثيرة في مختلف المواد وفي جميع المراحل. طيب خلينا نحكي اليوم نأخذ أمثلة عن حالات مخالفات امتحانية وكيف ممكن يكون العقاب أو الرد القانوني تجاه من يقوم بمخالفة امتحانية. نأخذ أمثلة بهدف التوعية طبعا للأهالي وللطلاب أيضا اللي عم يتابعونا. بخصوص الأمثلة نحن يعني أي مخالفة هي إلى طرفين، إما قد يكون الطالب أو القائم على هذا الطالب. إذا ضربنا مثال الطلاب اللي هو اعتماد بعض الطلاب مثلا على الغش بقصاصة ورقية أو بوسائل أخرى، نعم طبعا عم بيكون في هنا إجراءات قانونية نظمتها تمام. وزارة التربية من خلال تنظيم ضبط أصولا بحضور نعم. رئيس القاعة ورئيس المركز أو المندوب المقيم بالمركز والمراقب، وعم بيكون أكيد وعم بيكون في نتيجة هذا الضبط دراسة من قبل لجنة فرعية موجودة بكل مديرية مديريات التربية نعم. وعم يأخذ الطالب يعني الجزاء الذي يستحقه بخصوص هذا تمام. وطبعا في تسلسلية بالعقوبات لهذا الطالب، يعني مو كل المخالفات رح يكون إلى نفس العقوبة نعم. أما إذا أجينا على العاملين على العاملين الامتحانية فالقانون 42 نظم وفند وبند كل مخالفة بما يستحقها هذا العامل التي قد تكون مثلا بالسجن من شهر إلى 6 أشهر إلى مثلا عقوبة مؤقتة طبعا نعم. عقوبة مؤقتة رح تكون مفتوحة أو بمخالفات غرامات مالية ومادية أو بعقوبات مسلكية ضمن عمله أو توصيفه الوظيفي نعم. يعني بكل الأحوال أنا عندي حالات الغش عم يكون فيها عدة محاور، كل محور له قانون ناظم ينظم تماما. هذه المخالفة ويعني يعطيه العقوبة التي يستحقها. وبنرجع بنقول دائما يعني هم وزارة التربية كهم كل المجتمع هي القضاء على المرض وليس على المريض. يعني موضوع انه هو اي اجراء بتتخذه وزارة التربية في العملية الامتحانية هو ليس كيديا وانما طبعاً. لضبط طبعاً. العملية الامتحانية وايضا لتقييم الاخطاء التي تظهر فيها. يعني فينا نقول نعم. مثل ما اكد السيد الوزير كمان بلقاءات سابقة انه وزارة التربية تعيد دورها الابوي. نعم. دورها الأبوي الناظم لعملية التربية والتعليم أو المنظومة التربوية والتعليمية في هذا المجتمع تماماً. وهذا الدور الأبوي يعني يكفي كلمة دور أبوي حتى نعرف يعني الغاية من هذه الممارسات ومن هذه القوانين التي نظمتها تماما. بالنسبة يعني إذا بنحكي عن العقوبات التربوية بشكل عام أستاذ طارق، يعني هاي العقوبات التربوية أصبحت حاجة ملحة اليوم في ظل يعني انتشار يعني هذا العرف اللي حضرتك حكيت عنه انه المراقب السهل والسلس هو المرغوب والمراقب الصعب هو الذي ينفر منه الجميع. خلينا نحكي عن هاي العقوبات التربوية بشكل عام، يعني ما لها وما عليها وأثرها على العملية التربوية والامتحانية بشكل عام. هلا استاذ احمد الناس متفاوتين بالاخلاق فلازم يكون في دائما قانون رادع. نعم يعني بذكر انه مثلا اللي بيجوا من دول معينه غربيه بيقول لك انا اذا بكب شغله بالارض هي غرامتها كذا.
فأنا ما بكب لأنه في قانون بيغرم الشخص. فأنا لما بيصير في، أنا كتير فرحت بالمرسوم الأخير للسيد الرئيس، لأنه خلص لما وشفنا يعني امبارح القرارات اللي صدرت أنه ما في حدا كبير وما في حدا فوق القانون. نعم. فالكل بيتحاسب، أي إنسان بيسيء لهالبلد أو للعملية الامتحانية فيها أو للعملية التعليمية فيها، فلح يتحاسب ضمن القانون وضمن الأصول وضمن التشريعات اللي بيحطوها قانونيين. تماما يعني. وفقا للقانون 42 وتطبيقه على أرض الواقع اليوم، سؤال لك وللأستاذ طارق أيضا، باخذ تعليقكم اثنيناتكم، يعني اليوم نحن وين ممكن نحن نشوف الامتحانات في المستقبل القريب بسوريا؟ والله برأيي للأفضل، يعني هالقوانين هي الرادعة رح تحسن من العملية الامتحانية، رح تحسن دراسة الطالب، تحضيره للامتحان رح يكون أفضل، ما رح يتكل بقى على أساليب الغش وهالقصص. خاصة أنه بالعام القادم رح يتغير يعني نمطية الأسئلة ورح تكون أتمتة بالنسبة للشهادة الثانوية. نفس السؤال لك. يعني الإجراءات مستمرة أستاذ أحمد، ما وقفت فقط، وقابلة للتطوير والتعديل يعني وفقا للحاجة. القانون 42 هو بداية عم بيكون، الغاية هلأ هو حسن التنفيذ والتطبيق له. برجع بقول لك نحن لمسنا هذا الشيء مع أنه نحن بأول أيام الامتحانات العامة. نعم. فلمسنا أثره على أرض الواقع بنسبة مئوية كبيرة جدا. نعم. ما بكون عم بالغ إذا حكيت هذا الشيء، فنسبة مئوية كبيرة جدا. هي النسبة المئوية للتحسن الملحوظ رح تنعكس إن شاء الله على المجتمع ككل. نعم. لأنه برجع بقول لك هو يعني الامتحان هو أحد مخرجات التربية والتعليم اللي حيكون له أثر فاعل في هذا المجتمع. صحيح. فنحن رح نشوف إن شاء الله العملية الامتحانية والمنظومة التربوية عموما إلى أفضل إن شاء الله وإلى أحسن مما هي أكيد. عليه بفضل جميع الجهود التي ستتضافر من أجل هذه الغاية. يعني مثل ما بيقولوا إيد واحدة ما بتزقف، فالكل بده يتكاتف ويتكامل هذا طبعاً المجتمع. طبعا وهي يعني الدعوة الموجهة من قبل وزارة التربية وزارتنا للمجتمع ككل حتى يتعاون مع وزارة التربية لتكون فعلا العملية الامتحانية ناجحة، وليكون تطبيق القانون على أرض الواقع يعني فعلا هو يعني يعطي النتائج الإيجابية اللي هو يعني أسس من أجلها أو صدر من أجلها. تمام. بالمحور الأخير بحلقتنا اليوم بالدقائق الأخيرة متبقية رح نحكي عن الدعم المعنوي لطلابنا، هل هو فعلا يعتبر خطوة بطريق النجاح؟ خلينا شوي نطلع من موضوع الغش والعقوبات إلى الجانب الوردي، يعني طلابنا اللي هني عم يتمتعوا فعلا اليوم بقوة، عم يتمتعوا بحماس، عم يتمتعوا باندفاع باتجاه المستقبل ولتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. دعم المعنوي اليوم لطلابنا، مثل ما سألتك نفس السؤال، هل هو اليوم يعتبر خطوة حقيقية في طريق النجاح؟ هلا هو الخطوة الأساسية. وكيف أنا ممكن أدعمهم معنويا اليوم؟ نأخذ كمان أمثلة من خبرتك. هلا هو خطوة أساسية، وأنا كتير أنا بدرس بثانوية ذكور اسمها عبد الرؤوف سعيد بمنطقة مساكن برزة، كتير بفرح لما طالب 11 السنة جاي بكالوريا بيقول لي يا أستاذ أنت دعمتني بالموضوع الفلاني، أو ياخد رأيي بقصة فلانية، وبتلاقي متحمس للدراسة وعنده طموح. وأغلبهم على فكرة نحن بنعرف أنه المدارس الحكومية أغلبهم من بيئة فقيرة ماديا. نعم. وبتلاقي طموحهم عالي وطموحه بده يحقق شيء. فأنا هي سعادة، بيشعروا بقيمة العلم يعني. تماما. فهي سعادة كبيرة إلي كمدرس، وأنا بتشكرهم وبوجه لهم تحية، وأنا معهم على طول إن شاء الله، وكل المدرسين معهم. هي مهنة إنسانية بالنهاية. نعم. نحن لازم نقدم لهم كل اللي بنقدر عليه، وكمان نحن لازم نطالب المجتمع كمان يعني باحترام المدرس أكثر، بالاهتمام بالمدرس أكثر. نعم. لأنه هو يعني صانع الأجيال وهو صانع الحضارة. هي خطوة متبادلة إذا ما بين الطالب وما بين المدرس. أستاذ طارق، تعليقك على قضيتنا الأخيرة واللي هي الدعم المعنوي سيدي بحاجة طلابنا، صح؟ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. أقول الروح دائما تألف من يلاطفها. نعم. واللطف هو كتير مؤثر بنفسية أي إنسان، مو بس بالتربية والتعليم، بأي مجال، حتى بمجال عملك أنت بعد ما يعني تخوض في حقول هذا المجتمع الواسع جدا. فكلما كان الإنسان لطيفا كلما اجتذب. نعم. يعني قبول لدى الآخر. نرجع على الأسلوب. طبعاً. الأسلوب طبعاً الجميل طبعاً. والكلمة الطيبة. نعم. الأسلوب الجميل اللي يعني حظى
عليه أو حضت عليه الشرائع السماوية كفؤاد نعم. من خلال الأنبياء بالأسلوب والمرسلين. الجميل والكلمة الطيبة، كيف أنا ممكن اليوم استعملها لحتى يعني الطالب فعلا ارفع له معنوياته، لحتى انا وجهه للمركز الامتحاني للامتحان وهو بكامل الراحه النفسيه وبكامل الاندفاع والحماس. جميل، هي النفس لما تالف من يلاطفها فرح تتقبل منها كل شيء. انا لما اكون مدرس قريب من طلابي يالفوا كلامي وبيتقبلوا مثلا نصائحي، فانا رح اكون مؤثر جدا وفاعل فيهم. فانا بكل بساطه فيني رسخ فيهم هي القيم، اهميه الامانه، الابتعاد عن الغش نعم. في الامتحان وفي غير الامتحان، من خلال السلوكات اللي أنا مثلا عم مارسها قدامهم، من خلال الأمثلة اللي عم ضرب لهم إياها، من خلال طريقتي لإعطاء المادة العلمية نعم. إلهم، فأنا رح أكون مؤثر فاعل بنفوسهم. من خلال التعليمات اللي أنا ممكن لقنهم إياها أثناء العام نعم. الدراسي أو قبل دخولهم للمركز الامتحاني، لأنه نحن في عنا مثلا أول يوم هو بعد التفقد في المركز رح يكون في توجيهات عامة تمام. يلقيها رئيس المركز أو مثلا القائمين على المركز، توجيهات يومية، توجيهات نعم. يومية اللي هي منتلو فيها القوانين الامتحانية تمام. اللي لازم يقيد فيها الطالب يعني كتذكير له نعم. طبعا. فهذا رح يكون له دور كبير بتغذية هذه القيم لدى الطالب. وبنرجع بنحكي انه كل ما كان المدرس او الملقن خلينا نسميه قريب محبوب مستلطف من قبل الطلاب، كل ما كان تمام. القبول والاثر اكبر. تمام. طيب اليوم طالبنا في حال اخفق في بعض الاسئله بالماده الامتحانيه استاذ طارق، او يمكن حس بنوع من الاحباط او القلق، كيف ممكن نحن نعالج له هاي المشكله لحتى ينسى الماده اللي قدمها وهي ونقنعه انه هي صارت ماضي، وكيف انا ضل محافظ على طاقته انه مشحونه بشكل ايجابي للماده اللاحقه لحتى ما يتاثر يعني ويتشوش. تمام. هلا الامتحان مو ماده واحده، هو عده مواد وما في ارتباط بيناته، سلسله تماما، والاهتمام لازم يكون قبل تقديم الماده. يعني بعد تقديم الماده ما عاد له دور لا الطالب ولا اهله ولا اساتذته. يعني مجرد ما سلم ورقته الامتحانية الورقة سافرت لغير محافظة، فلازم يهيئ نفسه، يعني يهيئ نفسيته قبل الامتحان انه انا الورقة اللي بسلمها بنساها تماما وبشيلها من ذاكرتي نعم. وبفكر فقط بالمادة اللي بعدها. هي مجموعة امتحانات، انا بقول لهم للطلاب اعتبروها مجموعة معارك، بتطلع من معركة بتفوت باللي بعدها، بس تنتهي هالحرب الامتحانية كلها بينك وبين هالمواد، وان شاء الله بتطلع منتصر عليها. يعني الدعم النفسي برأيك هو لا يمتد، يعني لا يتوقف فقط قبل الامتحان، وانما يمتد الى ما بعد الماده الامتحانيه تماما. يعني حتى مثلا وبعد. في طلاب بتناقش اجاباتها انه انا يا ترى كتبت هيك صح، فانا بطلب من طلابي دائما بقول لهم لا تتواصلوا معي يفضل. بعد الامتحان يفضل. فكروا فقط بالماده القادمه، صارت ماضي تماما، صارت ماضي، ارجع ارتاح من الامتحان وفكر كيف بدك تراجع بهالوقت القليل المادة اللي بعدها نعم. بس ينتهي الامتحان، لأنه بتعرف البكالوريا في إلى دورة تكميلية نعم. ممكن بس ينتهي الامتحان يراجع. انت ناقش بقى مع أهلك وأسادستك الشيء اللي قدمته بالامتحان، شو المواد اللي رح تروح فيها للتكميلي تماما. طيب يعني خلينا دقائق أخيرة وينتهي وقت الحلقة أستاذ طارق حمودة، يعني اليوم إذا بدنا ناخذ مجموعة من الرسائل قبل النصائح بالنسبة لطلابنا بالنسبة لزملائنا وخاصة المراقبين، شو ممكن تفضل؟ طبعا هنا في نقطتين مثل ما تفضلت حضرتك، بدي أقول لطالبنا، بدي أقول له بني كل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، فأنت أسير أكيد تصرفاتك ونتاج وثمرة للغرس اللي أنت انغرس بنفسك وبيئتك، فكون على قدر هاي المسؤولية، تحلى بالشجاعة بمواجهة الامتحان أو مستقبل حياتك بما تملك من عتاد، والعتاد هو أكيد تحصيلك العلمي يلي أنت اكتسبته بمهاراتك وبخبراتك وبأساليب وسلوكات حياتك. أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي هن زملائي وأخوتي المراقبين وجميع الزملاء العاملين في السلك التربوي، أقول من الواجب علينا أن نتقدم بالشكر لكل إنسان مخلص، لكل إنسان قائم بعمله على أكمل وجه، لكل إنسان يحمل ضميرا حيا بوجود القانون 42 أو بدون وجود القانون 42 نعم. فبالنهاية نحن يعني نتصرف بناء على ضمير حي داخل المركز الامتحاني وخارج المركز الامتحاني،
ومثل ما قلت لك بستغل هاي الفرصة بالتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والعرفان للجنود المجهولين دائما واللي عم يكونوا بخط الدفاع التاني اللي هن زملاء المدرسين والمدرسات والعاملين في طواقم العملية الامتحانية. لكم منا كل الشكر وكل الامتنان وكل العرفان على ما تقدمونه، لأنه هي بالنهاية عملية جدا ضخمة قد لا يدركها الكثير، ومسؤولية مجتمعية. صحيح. وهي المسؤولية والمهمة هي أمانة مثل ما تفضلت حضرتك. تماما. أستاذ طارق، تعليقك الأخير، نصائحك الأخيرة، رسالتك لطلابنا لزملائنا حتى كمان مراقبين. رسالتي إنه ونصيحتي إنه هالامتحان ما هو يعني ما هو زلزال رح يصير بالطالب، أو هو امتحان عادي يقدم. دائما نحن يعني تحت سيطرة القدر، هو نتاج تعب سنين طويلة لحتى وصل لهالامتحان. يقدم الامتحان وهو نوعا ما مرتاح نفسيا، ويحاول انه يهدي من اعصابه ويكمل هالامتحان على خير، وتكون البيئة اللي حواليه كمان عم تساهم بتهدئة اعصاب الطالب وبراحته النفسية. تماما. بالختام انا بدي اتشكركم، نتمنى فعلا يكون امتحان ناجح لآخر يوم طبعا ويستمر للسنوات القادمة. طبعا بدي اتشكر الأستاذ طارق حمودة، حضرتك موجه اختصاصي مادة التربية الإسلامية بتربية ريف دمشق، شكرا لمشاركتك بحلقة هذا الأسبوع من قضايا التربوية. كل الشكر لكم. دائما أنا بكرر بقول أستاذ أحمد، منبركم منبر التربية، منبر الأخلاق، منبر السلوك الطيب والقيم الأخلاقية. شكرا لكم ولحسن الاستضافة. الأستاذ طارق البوش، مدرس لمادة الفيزياء من تربية دمشق، شكرا لمشاركتك بحلقة اليوم. شكرا كثير لحضرتك أستاذ أحمد، وأنت مربي فاضل كمان مدرس لمادة علم الأحياء. شكرا. ونحن بنفتخر بوجودنا مع أعلامي مثل حضرتك وإنسان مخلص، وكثير تشرفت بوجود أستاذنا الفاضل الأستاذ طارق، يعني شرف لي أني أطلع أنا وياه بلقاء. شكرا واحد. شكرا لكم. شكرا. الشرف. إذن بالختام مشاهدينا، أكيد يعني نحن من منبرنا منبر التربوية وبرنامجنا قضايا تربوية، طبعا نوجه رسالة للمجتمع التربوي ككل وللمجتمع المحلي أن نكون داعمين لأي قرار تصدره وزارة التربية، طبعا متمثلة بالسيد وزير التربية، لنكون داعمين لتنفيذ هذه القرارات لأنها جميعها تصب في مصلحة مجتمعنا التربوي وخاصة في مصلحة طلابنا الأكارم. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع في هذه الامتحانات، ورسالة خاصة مني لجميع طلابنا أنه خليكم واثقين بنفسكم، أنتوا أدى. إلى اللقاء.